كله ولا هتطلع لحسان؟ ايه؟ ايه يا فتوة؟ انت هتخاف من العفاريت وكلام الجعدة ده؟ عيب عيب. ادخل يا ابني. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عرام حفيد الفتوة؟ أيوة أنا، وجاي أعرف أنت بتقول إيه على جدي وحاسبك عليه. شيل إيدك من على مناخيرك وادخل الحمام، خد السيخ وسلك الحمام. حاضر. يا طحان، قلت إيه؟ اللي تشوفه يابا. اللي تشوفه عن إيه؟ دول بناتك، صحيح انا جدهم بس انت ابوهم.
بعدها لك بقى بتبص لمراتك كده ليه؟ انا كمان عايزه بناتي جاري يا عم. وبعدها لك؟ وبعدها لك انت؟ ما هو ده من حقها يا بنتي. ما تخافيش، ابوهم هيبقى عندهم كل اسبوع. ما كانش عشان يشوفهم ويطمن عليهم، يبقى عشان تجارته ومصالحه وفلوسه. وبعدين انت ممكن تبقي على قلبه كل مره وتروحي تشوفيهم وتطمني عليهم. وبعدين انا كان في ايدي ايه؟ ما هو علي يدكم. وانا يعني كنت لقيت عرسان تانيين. وبعدين ده البنت صفيه خلاص بقت 24 سنه، واختها الصغيره قربت تحصلها. مفيش رجاله. وبعدين دول بصراحه مش اي رجاله، دول زي الورد. ما تتكلم اطحاني. الشهاده لله عيال رجاله، وكل واحد فيهم له حته ارض اللي ابوهم موزعها عليهم، وكلهم بيصلوا يعرفوا ربنا. طب الحمد لله. دلوقتي هيبقى فاضل لي بوسينة وفريده وسكينه. بس النهارده يوم غريب قوي، بدا اولها بعريس من الحاره من هنا، وبعدين الاربعه بتوع الشرقيه دول، وبعدين التاني اللي جه ده اللي والله ما انا عارف لا اسمه ولا كاسمه. هو اسمه ايه يا ابني الواد ده؟ عمرك ما كنت ديكتاتور مع حد من العيله يا جدي. ده قرار يا جدي. سرسب لي الكلام يا اخويا سرسب. عارف انا الكلمه دي يعني انا ظالم مش كده؟ بس ده مش حقيقي نعم. يا ابني انا الكبير وعارف مصلحه ولادي. انا مع ولادي حاجه تانيه خالص، واعمل اللي انا عايزه ما دام شايف ان ده في مصلحتهم. واعمل حسابك انت كمان، هجوزك على مزاجي ولا انت فاهم انك ممكن تختار عروسه زي ما انت عايز؟ يا ساتر، والله الشيخ عطيه كان عنده حق. ايه؟ قلت ايه يا ولا الشيخ عطيه؟ انا ما قلتش يا جدي، انا ما قلتش حاجه. لا قلت. انا عايز اعرف دلوقتي شفته امتى ده؟ وقلتوا لبعض ايه بالظبط؟ عطيه! انت يا سيف عطيه! السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. أنا بقالي سنين ما جيتش عندك هنا ولا سألت فيك، إنما المرة دي أنا جاي عشانه هو. ده عرام الصغير يا عطية، عرام. أنا ممكن أشيلك وأرميك من عنقفتك في الشارع ولا حد يلحقك. وبعدين ما تستعبطش، ما تستغلش كونك عاجز وتفتكر ان ده هيسكتني. انا خوفي بس من ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت ساجد له دلوقتي هو اللي مسكتني. انا احرقك لو قربت منه تاني. ده عرام يا عطيه، عرام الصغير. انت قلت له ايه؟ وهو قال لك ايه؟ وهو ما قالكش ليه؟ هو ما رضيش ينطق بولا كلمه. وضربته ولقحته بره. هضرب مين؟ هضرب عرام؟ لو بينك حمار ولا ايه؟ أنا أضرب عرام الصغير؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أنت بتقول إيه دلوقتي؟ كلام ربنا. كلام ربنا؟ القرآن الكريم. واذكر ربك إذا نسيت. خلاص بقى يا حبيبتي، انا كده هتاخر. هتاخر عليا كيف؟ ما اتاخرت المره دي ولا لا؟ لا لا يا احلى البنات. طب تاخدني معاك المره الجايه؟ يا صلاح، ما انا قلت لك ما ينفعش. احنا اتفقنا على ايه؟ السلام عليكم. بوي. ايوه يا حبيبتي. بتوحشك قوي يا بوي، بتوحشك قوي. مالك يا تحوم؟ ها؟
بتعيط؟ لا بعيط ولا حاجة. يو يو بقى. لا الحكاية بانت خلاص. هو أنا هضحك على روحي؟ بس برضو عطية اللي انت عملته ده غلط. اتوقت ايه يا راجل اللي انا بقوله؟ اتوقت ايه؟ ده انت اكتر واحد عارف ان الاتوات دي بيدفع عليها نوبتين وتلاتة من جيبي وبيروحوا للغلابة. طب انا هقول لك حاجة. ايه قولك انا عندي الجمعة دي 6 افراح. 6؟ يعني انا مفروض اخد 6 اتوات زي غيري ما بيعمل. بس انا مش هاخد. تقوم يا راجل تروح تقول الواد عرام جدك ده راجل ظالم. انا ما قلتش الا اللي قلته لك من 11 سنه في الموضوع ده، ولا ناسي؟ لا اله الا الله. طب خلاص بلاش بلاش، جينا كنا بنوزعهم على الناس. بلاش اتوات. هنوزع الناس الغلابه منين؟ وهيبقى ذنبهم في رقبتك. ده انت بتتلكك بقى. مش تلكيك، انما هنعمل ايه؟ ادى الله دي حكمته. وبعدين في موضوع تاني، موضوع علام الواد عرام ده انا مش موافق عليه خالص. افكرك تاني، انت وافقت على علام الواد اصلا ليه؟ فاكر؟ انت لازم تفكرني. ده انت قلبك اسود، ده انا بنسى الموضوع ده خالص. خلاص يا سيدي، يبقى على رأي الواد هيبقى زي ما انت عايز، بس متعلم. بالأكاد يا راجل انت، انا كل ما بجيلك بتبرجلني. ببقى جيلك في حالة واطلع من عندك في حالة تانية خالص. النصيحة امانة، وبيني وبينك ربنا العلم نور يا معلم. يا اخي ده اول آية وكلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ. ده امر من اله وانت راجل مؤمن. سبحان الله. المهم يا اخي، انا ساعات كتير ببقى عايز اجيلك عشان اتنور منك، لكن بقلق لما تكونش في حالتك الحلوة بتاع دلوقتي دي. سيبك من ده بقى، في حاجة تانية مبرجلة مخي. انت راجل انت بتغطس فجأة كده، تروح فين؟ انت مش بتقدم الصدقة في الخفاء عبادة لربنا علشان ما تبقاش مرائي؟ سيبني انا كمان اعبد ربنا في الخفاء. خفاء يا راجل انت؟ اتكلم وقول، ده الناس كلها عارفة وكلهم بيقولوا انك والعياذ بالله يعني بتركب عفريت من بتوعك وبتهج بيه على القدس ولا على الحجاز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي الناس دي مش هتبطل جهل واشاعات بقى؟ جهل يا اخويا واشاعات ايه؟ طب يقولك ان انا ساعات بكري عليك واحد من انبى رجالتي خليفة الحمار، بخليه يطرك ويمشي وراك وبيرجع يحكي عنك اهوال. يبقى بيكذب عليك. ما يجرؤش، ما فيش راجل من رجالتي يجرؤ يكذب عليا. طب يقولك بقى انه بيمشي وراك من سؤاق لحارة لشارع لغاية ما توصل الميدان قرب سيدنا الحسين، وهوب فجأة ما يلاقيكش ويرجع مرعوب مش قادر يتكلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أهو الاحتراف طلع، أنت بتحترف أهو. يا راجل احتراف إيه بس؟ اعتراف إيه؟ ده هو اللي جواه جهل يكفي أمة. ده أنا ببقى شايفه وفجأة ألقاه سابني وعمال يدور عليا وأنا جنبه. شوف اللاوع بتاع الراجل يا ملاوع. قال يدور عليا وانا جنبه. طب ازاي؟ على كل ما تقلقش، الناس كلها بيقولوا ان الاخوة العفريت اللي معاك ولاد ناس طيبين، يعني عندهم اصول زي حالاتك، عشانك وعشان العفريت الطيبين بتوعك انا موافق على علام الواد عرام. طول ما في بينك وبين ربك عمار ما تخافش من حاجة أبدا. الله 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 الله، دي جملة أبويا الله يرحمه. الله يرحمك يابا.
ده ابويا كان بيقول درر والله. عارف انا متهيألي ابويا ده كان من اولياء الله الصالحين. قوم يا راجل يا طيب، الفجر على وشك الاذان، روح صلي وبعد كده صحي العيال وفرحهم. حفظي ده يعني كان غالي عليك ولا ايه؟ حفظي ده عشرة عمر يا نجية، 40 سنة، 40 سنة، والراجل ده يعني مرمي تحت الأرض كأنه في تربة بعيد عن السمعين، مرمي جوه الأرشيف ما بين الرطوبة والورق الأصفر والحتة والحشرات. لا ورطوبة طلعت من رجليهم على صدورهم فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا حفظ أفندي. لا والأدهى من كده بقى نجية، إنه عيني كان شايف كل حاجة من تحت، من تحت بس. فات عليه ناس كتير قوي. الغريب بقى إن الشباب اللي زي حسان وسمير دول أما كانوا يتعينوا جداد كانوا يشوفوا حفظ افندي ويتعاملوا معاه لانه ساعي، وما ما بيعترضش، راجل طيب قوي. انا جاي يا فضل صابر صابر ومستحمل كل ده من التامنة لحد الرابعة، ويا دوبك كان فاضل له هسه بس صغيرة قوي ويوصل للتالتة، استغنوا عنه زي خيل الحكومة بالظبط. انا جاي ضربوه بالنار. امشي يا حفظ، الراجل من همه وكمده راح فيها. يا خوفي انا جايه لا يكون ده مصير سمير وحسن ابني، يكون مصيرهم زي مصيري في الارشيف كده. ليه كده يا اخويا؟ لا يحصل ولا يكون باذن الله. وبعدين ابويا يعني هيرضي حاجه زي كده؟ ابوك يا نجاه ما بيحبش حد في الدنيا قد ابن اخوك، وبيقول الكلام ده في وشي ما بيتكسفش. وانا عيالي يا نجاه دول هما النور اللي انا بشوف بيه، الهوا اللي بتنفسه وانا جاي، دول اكتر من اهل. حق يا حسن، دايما كنت دايما اقول ابويا ده احن راجل في الدنيا، هلاقي زيه فين لحد ما شفتك. طب اقول لك على حاجه، انا سعيد بغير منك، حياه ربنا العيال بيحبوك اكتر منه. بجد انا جاي؟ بيقولوا لك ايه؟ يو احكي لي. والله بيقولوا حاجات حلوه جدا طول الوقت، وبعدين يعني ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك وخلاص يا حبيبي. عارفه انا جاي انا كان نفسي في ايه؟ كان نفسي الولا حسان ده يطلع دكتور، والولا سمير يبقى باشمهندس. يا يعني يبقى حسن افندي انور كده عنده ولدين، واحد باشمهندس واحد باش حكيم. يا سلام يا نجية. بس نعمل ايه بقى في النصيب؟ الولا حسان دخل كليه الحقوق اللي هو، الولا سمير ربنا يعين عليه بقى دماغه فاضيه زي امه. تصبح على خير يا حسن. بومبا وفجلة. الصبح يا بنت وقولي يا صبح. وهو فين الصبح ده ياما؟ هو فين؟ ليه جدي بس يعمل فينا كده؟ ده جواز. هو علام. انا ماليش دعوة، انا مش موافقة، يعني مش موافقة. طب هي ومش موافقة، وانتي بقى يا ام طويلة هتسكتي كده؟ يا بنت يا بنت، ده حسين فجلة قد كده اهو، حرام عليكي طولك وشبابك. بقولك ايه، اتلم يقول يا صبح بخيبتك انتي كمان، لا هتتعلمي ولا هتتنيلي، واخرتك هتبقى زي اخرتنا. والله والله ما يكون ابدا انتي وهي. انا هروح للبنت اكرام واخدها واشوف لي حل مع جدي ده. هو استوى بس مش عليا.
وعلى بال ما قائد مضيع على تصريح كان العصر ادى يا اكرام. لا انت اتاخرت علي الاجازه دي قوي. معرفش بقى كلها كام يوم والتدريبات تخلص خالص. طب وهتكلم جدي امتى؟ انا خايفه لحد يتحفف نفوخه ويجي يتقدم لي. يا اكرام انا كل اللي مخوفني اكتر منك انه ما يوافقش عليا اصلا ولا يفتكرني طمعان ويقوم يجوزك لابن تاجر كبير. جرى ايه حدث القنباشي في وشي كده؟ يا اخي قول يا رب. وحشتيني. يا بت يا بت طيب يا بت، انت عارفه جدك لو عرف هيعمل فيك ايه؟ ايه يا نبيل ايه الكلام ده؟ يا سلام يا اختي، اصل انتوا مسخنينها قوي مش عايزه حد يتكلم. هو في حد غيرنا في البيت ده؟ ده مفيش الا عم منصور وصاحبه اللي ما بيخرجوش من المعتقل. ايه اللي مخوفك بقى؟ وافرضي بقى جدك شافك. يوه يا نبيله ما تفوليش في وشي كده. اختي يا الرقه. طب يلا يلا تعالي معايا، انا اصلا ناوي على جناي. طب وعايزه تاخديني معاكي ليه؟ عشان تقتليني ولا نتقتل احنا الاثنين؟ ما انا عارفه طولة لساني. يا بت اثبتي يا بت، انا واخداكي تشجعيني ولا تخوفيني؟ وبعدين ده مصير. ولا انت فاهمه ان جدك هيوافق على القنباشة بتاعك؟ تعلمي مني عشان تعملي زي. يلا ماشي يا موته ولا اكتر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأظهر بحسرته. جده عايز يحرق قلبي على فلذة كبدي. أبوك عايز يحرق قلبي على أغلى ما أملك أنا جايها. طب معلش حبيبي قوم بس روح شغلك عشان ما تأخرش. شغل إيه إلا روح؟ ما خلاص ما عاد الشغل راح. وبعدين أنا مش هتحرك من هنا ولا هروح في أي حتة غير لما أوصل لحل مع أبوكي. مالكش دعوة بأبويا يا حسن، ربنا يخليك لهبدك بحاجة تروح فيها حبيبي وإحنا محتاجين لك. أنت بتخوفيني أنا جاية؟ ما هبوك انت كمان. طيب معلش اشعلك صغير بقى. قومي يا حبيبي روح شوف شغلك وانا هحط الفطار للعيال وانا اللي هنزل اكلمه. تمام؟ بعدين يا بنت يا زنان انت في ايه تاني؟ دلوقتي عدم المؤاخذه انت قلتي انك عايزه تكملي تعليمك. انا سكت وقلت كملي تعليمك. رجعتي زنيتي وقلت عايزه تبشري الفرن مكان ابوك. انا سكت وما اتكلمتش مع ان دي كبيره قوي عليا. ايوه يا جدي فعلا انا عارفه انا عارفه يا جدي، بس اخواتي يا جدي اخواتي دول غلابه والله قوي يا جدي والله. جرايه يا بنت، هو انا عملت ايه في اخواتك؟ ده انا جايب لهم عرسان وبنت ريشين. ايوه يا جدي، لكن البنت سكينه دي غلبانه قوي، كفايه انها هتاخد بومبا وتهج لاخر الدنيا. تاخد بومبا يعني ايه؟ مش تاخد بومبا يعني تتفقع بومبا. جوزها اللي اسمه بومبا، ولا هي هتروح فين يعني؟ دي رايحة أفريقيا. أفريقيا دي حلوة أوي، كلها كام يوم وترجع تاني، وبعدين قابلينها أنا بقى شقة فوق جوز خالتك، وطبعًا الواد حسين فجلة ما يقدرش يرفض، يعني هتعيش مع طيب وهما الاتنين سوا على طول. طب والنبي يا جدي فكر تاني يا جدي، فكر دي البت غلبانة يا جدي، والله غلبانة جدًا يا جدي، ولا أنت بقى عايز واسطة بس عرام الحيلة؟ إيه يا بنت حكاية عرام اللي بقوكوا على طول؟ ده ماله عرام؟ ده عرام غلبان وما يعرفش حاجه. وانا لولا الشيخ عطيه لولا انا يعني لا 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 استنى، انت قلت الشيخ عطيه بتاع العفاريت. شرب الربعين، بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما قلتش حاجه الحمد لله. وبعدين انا اصلي البنت، شوفي سكينه دي غلبانه، شوفي معفنه ازاي؟ انما دي لما هتروح عند بومبا في اهله وقرايبه وبتاع هتبقى بسم الله ما شاء الله، ولا الملكه نازله. هيفضل لي بعد كده اني جوزك انت اكرام يا حلو، ومش هقبل فيكي اقل من ظابط في الجهاديه. يعني هو ما ينفعش يا جدي يبقى قنباشا حلو كده؟ لو باشا حلو كده انا قنباشا يا بنت، بقول لك ظابط ظابط. ما تزنيش ما تزنيش، انا بعد كده هروق لك انت يا بلبل يا جميل. انا هعمل لك فرح يتحاكوا بيه في كل المريه والجماليه. وبعدين انت الوحيده دونا عن كل العيال دي اللي هخليكي تختاري عريسك بنفسك. مبسوط يا بلبل؟ والله يا جدي ما انا عارفه انبسط ولا احزن. انا كل اللي عارفاه يا جدي ان انا بحبك قوي. ربنا يخليك لنا يا جدي. والله يا بنت انا بحبك اكتر، بس يلا بقى انا هسيبكم دلوقتي واروح على الوكاله اللي انا انشغلت عليها من ساعه ما جالي قرطه العرسان دول ورا بعض. روح يا عرام يا جدي يا حبيبي، ربنا يا اخويا يفك دقتك
ويجعل لك في كل خطوة قماشة ينور طريقك يا جدي يا حبيبي. أنا من حق نسيت أسأل الواد عمل إيه مع قرور. أركبي لو أنت ما عندكش خبر يا معلم، ده أنا شيحت مسعد واتضرب الفلوس لفجلة وزمانهم دلوقتي فرشوا الشقة، وكمان ادوا فلوس لقرقر يشتري بيها عدة جديدة بدل اللي أنت كسرتها له بدبوتك زمان. وماله وقاله ما دام المعلم عرام أمر بحاجة لازم تتنفذ. بس والله طيب قوي قوي يا معلم، والناس كلها طايرة بيه طير. أمال لما يعرفوا بقى الأمر الجديد اللي قال عليه ده، قال إن مفيش أتاوة بعد كده. مفيش أتاوة؟ يعني إيه مش هنلم فردة تاني؟ وده بقى من ناس يعني ولا من ناس كلها؟ ناس إيه؟ مفيش أتاوة من الناس كلها، مفيش أتاوة خالص. مفيش أتاوة خالص؟ إزاي يا معلم؟ والناس تقول علينا إيه؟ الفتوات يقولوا علينا إيه؟ هبتنا يا معلم. هبتنا؟ قول خبتنا يا خايب. يا معلم الكلام ده هيمشي؟ امال ايه يالا؟ المعلم عرام هو اللي قال عليه، ولا عايزنا كنا انا اول واحد يكسر كلام المعلم الفتوه ابن الفتوات؟ تعالى ما انا هتجنن، هنبقى فتوات بس ازاي من غير اتاوى؟ جرانيت لو انت فاكر انكم عايشين على الاتاوات دي، يالا انتوا عايشين من شغلكم معايا في التجاره في الوكالات. الاتاوى دي بتتاخد مزاج، ومزاج المعلم عرام مفيش أتاوة، يبقى كلامه لازم يمشي. يمشي يمشي على دماغنا ودماغ اللي خلفونا كمان. طيب بالإذن أنا بقى معلم أهو باشر شغلي. سلامة يا نتن. اللي من حق الحكاية دي صح ولا إيه؟ يعني لو قلنا مش هناخد أتاوة مجايز الفتوات الباقيين يقولوا رخرخ وبقوا عرة ونتفضح. جدي احبك يا جدي، احبك اكتر منه يا جدي. يا ولاد الكلب يا محلي ستيه، لولا اللي عملته عشانكو ما كنتش هشوف خليتكو. بس على الله بقى يتمر فيكو وتفتكروا. هيتمر يا جدي، انا متشكر قوي. انا ما صدقتش نفسي اول ما البنت نبيله جت قالت لي ان حضرتك وافقت. اروح بقى انا اطمن بابا وافرحه. بعد اذنك يا جدي. بابا هيطمن بابا؟ حلو حكايه بابا. اوعى يا معلم انت كمان بعد شويه تقول بابا وماما والحاجات المسخره بتاعت ولاد حسن افندي دول. وانا اقدر برضه يا سيدي معلمين، افتوى انت ابويا وامي والدنيا كلها. الا من حقها يا معلم، انت ايه اللي عملته مع الواد غرغر ده؟ حد يعمل كده؟ بصراحه صعب عليا قوي يا جدي. لسه بدري عليك يا معلم. يا جدي ده راجل وبهدلناه زمان، وبعدين اتشرط بسببنا سنين. وعايز اقول لك على حاجه بقى، مراته اللي كانت سبب القلق والمشاكل طلع مطلقه، وبعدين اتجوزت وقتلت جوزها واتسجنت. يبقى لما يرجع تاني نحاجي عليه ونعتذر له ونمد له ايدينا، صح ولا لا؟ اسم الله عليك يا ابني، ربنا يكملك بمخك، انت واد فل. اسمع بقى، انا عايزك تاخد الواد ده حسان ابن عمتك ده وتروح لابوك في مصر عتيقه، اقعدوا معاه وساعدوا في الجهاز اللي بيعمله. يعني هنجوز الست بنات في ليله واحده، كلها بالكتير شهر ان شاء الله. لا ست بنات. طب انا كنت عايز اكلم حضرتك تاني في موضوع بنات عماتي ده، فريده وسكينه. غير قلب امشي قدام دلوقتي قوم. حاضر يا جدي. حاضر. معلم خايب صحيح، طول عمري وانا محتار في امر المعلم عرام ده، وانا ما بكرهش في الدنيا كلها قد الجدع ده. ليه يا اعور؟ عشان الكلمه اللي انت بتقولها دي يا اعور هو السبب فيها، ضياع العين منه لله. ده قدر ربك يا عبده، وهو لغى الاتاوى اللي كانت السبب. بركه في ننوس عينه، ربنا يسترها معاه زي ما سترني انا وبنتي. هي فين صحيح؟ اللي هي مين يا تخين يا اهبل؟ قصدي المكوى الصغيره، حاكم المكوى الكبيره دي ثقيله قوي وجعت لي دراعي. لا يا روح ابوك وانت الصادق، دي كويت لك قلبك. طبعا يا مطرب الجنازات، انت بتحلم تحيي فرح بناته. علنن عيني من جوه. انا مش عارف اقابل الناس دي ازاي وبانهي وش. كله من ابن الفقريه خليفه.
لازما هو اللي ودود للمعلم الصغير بكده. وانت صادق، سمعت ان الشيخ عطيه عمل له سحر سفلي ملخبط كيانه. تفتكر؟ بس ازاي؟ اكيد زي ما انت شايف المعلم عدى 70، لكن عوده مصلوب ودراعه ما شاء الله عصر العصايه عصر. طالع لابوه جده. بقول لك ايه، ما تسيبك من السيره اللي تجيب الاذيه دي، وقوم بينا نوضب الفرح لبناته، الفرح قرب. الصبايا حني وطبطابي، جده من الفتوى سيد ناس والشاقية، ماله جاه وقوة خير وعالجميع. من اللي عملوا فيا عامد مركبي عن النبي. هلو النبي صلى النبي، ملحة في عينا يلي، وتصلى النبي وتصلى النبي، شامي ومغربي عربي وأجنبي، ملحة في عينا يلي، وتصلى النبي. أنا سايم يا جاري ورطابي على كش الصبايا حني وطبطابي، جده من الفتوى سيد ناس والشاقية، ماله جاه وقوة خير وعالجميع. من اللي عملوا فيا عامد مركبي ليلة مهلبية صلى عن النبي. هلو النبي صلى النبي، ملحة في عينا يلي، وتصلى النبي وتصلى النبي، شامي ومغربي عربي وأجنبي، ملحة في عينا يلي، وتصلى النبي. حلاوتك حلاوتك يا فجلة يا أنتيكاتي، وحلاوتك يا احلى حته انتيكه عدت عليا في حياتي. ما تنزل لنا دور ولا اتنين كده يا جميل، خلينا نطورك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ الطويل ده مكشر كده ليه؟ الله، طب وحد يكشر في ليله العمر يا جميل؟ انا بقى عملت ايه؟ سربت لك امي عند خالي عشان تروح تقعد لها شهر ولا اتنين هناك، ولا يمكن ما ترجعش. قولي قادر يا كريم. بصي بقى المفاجآت، فجلة بقى والدندشة والنعنشة والروقان كله. بص يا قمر، بص جايب لك ايه يا باشا؟ قميص نوم حرير بتاع واحدة بنت باشا. والله دي كانت راكبة التروبيل بتاعها ووقعت في الترعة فتست. دي بقى جلابية بتاعت واحدة بنت بيه رسمي، النعمة رسمي رسمي، دي عدى عليها الترماي فرمها. لقطت انا بقى كل الحاجات دي من مزاد عجب. كل ده كل دي هدوم مشخلعه ومدندشه، هاي الحلو وبري وبر اهلي. حسبي الله ونعم الوكيل، جايب لي هدوم ميتين يا فجله؟ لا بلاش فجله دي من اولها. واذا كانوا مش عاجبينك يا جميل، انزل بكره اجدع مزاد اجيب لك غيرهم بتوع ناس عايشين، وهم مزادات كتير والميتين اكتر. العايشين لا، وعلى ايه؟ خليهم، دول حتى حلوين قوي. ايه ده؟ عملت كده ليه؟ ايه؟ زعلت؟ اطلع هاتهم. بتهزري انت؟ احب انا الهزار دوت، ترميهم فوق واطلع انا وتلقوا فيني. فين؟ وريني بقى هتنزل ازاي يا قزعه؟ الله الله الله، ليه كده؟ اهو ده بقى عيب اللي يهزر مع عيال اطول منه. نزليني بقى لو سمحت عشان ما نجريش على جدك. جدي؟ هو جدي هيبقى فضيلك. الله،
طب حد ينزلني يا جدعان، حد ينادين امي يا ناس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحب. ايه هو انت ما تعرفش غير المرحب دي؟ غير شوف لي حاجة جديدة كده. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بقول لك ايه، احكي لي كده عن اهلك، ظروفك، بلدك عاملة ازاي؟ مرحب. تاني الله يرحبك. ازيك؟ الله يسلمك ويسامحك يا جدي. وبعدين يا عم بورك يا بنت، الراجل ده مش وش شغل. لا ده انا ما صدقت ان جدي وافق، ولا عايز خليفه يرجع بمقله وبنداري بغباوته ويمشي الفرن. بس ما تجيش على رساله مسعد يا بنتي وغتبته. بس انا ممكن اروح له بعد الشغل، يمكن يرضى يرجع تاني. تروح له لحسن، خلاص الدراسه هتبدا كمان اسبوع وانا مش هبقى فاضيه خالص. بس كده انا يا بنتي. قهوة جاي. ايوه جاي. حياة والديك عايز كوباية شاي مليحة وتقيلة، وكد المطحنة كد كده. كد كده؟ ايه. وعندك واحد شاي كد كده. كنت فين يا بدارة؟ نعم يا سيب احتيجي انت كمان. يكون شيخ اخويا ناوي تعمل عليا فتوى وتسوق الرزالة؟ انا بس بطمن عليك. بقول لك ايه، اطلع من دماغي، انا مش فايقة لك النهاردة. وبعدين يا بدارة، وبعدين يا بنتي، مش قلتلك بلاش المشوار ده؟ انت كل مرة تروح الزيارة وتيجي من هناك متنكدة، وتنكدي عليا وعلى اهلي. غصب عني يابا، غصب عني، كل ما بروح اشوف امي مرمية في الحديد قلبي بيتعب عليها. هي اللي عملت في روحها كده يا بنتي. منه الا عرام الصارم. عرام؟ عرام ماله يا بنتي؟ عرام عمل اللي عليه وزيادة، جوزنا البعض وتكفل بكفة شيء. أمك هي اللي كان عيرها فالت، خلت سمعتنا على كل لسان، بقينا زي الجربة، الكل يبعد عننا ويبعدنا عنه. ويا ما حذرنا المعلم عرام، وادانا بدل الفرصة اتنين وتلاتة، كان لازم يحمي سمعته وسمعة أهل الحارة ورجالته. طردنا من حمايته، لفت ودارت على المغفل اللي اسمه حرام كاش وقريب. الباقي كله كان على يدي، الكباريه لكباريه، ومن عماد الدين لصلاة اسكندرية، وانا كاتب في قلبي وساكت ساكت عشان خاطرك يا بنتي. وطلبت الطلاق، طلقتها، طلقتها وشقيت وتعبت ولفيت ودرت لحد الدنيا بدأت في وشي. اضطريت ارجع تاني واستسمحه، ورجعت لحمايته، وديكي شفت بنفسك يا بنتي اللي حصل. بس تشمي يابا، تشمي ماما عملت دمي ناس صعبان عليا قوي. ده مين ده راخر اللي نايم؟ انت يا اخينا، انت يا اخينا اللي نايم. ايه يا معلم؟ يا ابني انت مش قلت لي انك شغال في حمام وبتبات فيه؟ ايه يا معلم، هملت عشيه، اصلها شغلانه عفشك ده وما لداش عليا. وبعدها لك بقى عويس يا ابني. طب هتشتغل فين دلوقتي؟ ما خبرش والله يا معلم. طب يا عويس يا ابني، مش كنت تربط على شغل جديد الاول؟
قبل ما تسيب الحمام. ما كنتش اقدر استنى فيها تاني. بقول لك شغلانة عفشة قوي. ما شاء الله ما شاء الله، دلست اشرف اهو. بقول لك ايه، شغل الحريم دي ما ينفعش. بلاش تلبيغ واحترم نفسك احسن لك. الله 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 الله، ايه ايه الصب، ما تلمي نفسك على الصب. تلم انت التاني، مش ناقصه خلطه دماغ. لا مؤاخذه يا معلم، البناء دي تقرب لك. مال مال يا حبيبي. طب وسع انت، وسع. تعالى يا حزين، تعالى يا واكل ناس. اتلفى مني. ايدي 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 ايدي. حصل هنا ده المصيبة، ده هبد الواد دماغ جاب أجله. انت مين يا لا تخف؟ على الصراط وده أمر عسير، لكن نسير ويبقى يسير، وكل حلم وله تفسير.